يتصاعد عنف المستوطنين اتجاه الفلسطينيين بشكل يومي، وتنديد دولي وأممي جاء بعد عملية الاعتداء والحرق وتخريب مقر الأونروا للمرة الثانية في القدس، أدوات وأساليب يسهلها الاحتلال بأيدي المستوطنين الذين تقوم سلطات الاحتلال بحمايتهم وضمان أمنهم. هذه الاعتداءات تندرج في إطار محاولة سيطرة وكالة الغوث واللاجئين والسعي إلى إغلاق مقره الرئيسي في مدينة القدس وتصفية خدماتها الصحية والطبية بالإضافة إلى التعليمية والخدماتية في مدينة القدس. هؤلاء الزعران في آخر جولة اعتدائية بالنسبة لهم قاموا بحرق عدة أشجار في ساحات وكالة الغوث واللاجئين، ورفعوا يافطات تقول بأن هذا المقر مرتبط في منظمة إرهابية، ولذلك أيها العاملين أنتم تعملون عند منظمة إرهابية، لماذا أنتم موجودين هنا؟ ردود فعل دولية وأممية نددت خلالها السعودية وقطر وفرنسا والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول والمنظمات الأممية بالاعتداء المتكرر على مقر الأونروا في المدينة، كما وذكر فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا أنه قرر إغلاق المجمع في القدس حتى استعادة الأمن بالمستوى المطلوب. عمليات الاعتداء المتكرر عرضت حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر كبير، كلها سياسات وأذرع الاحتلال التي تتمثل بمستوطنين يعتدون دون أي رقيب أو حسيب. من بعد 7 أكتوبر تزايدت اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا في مدينة القدس وفي الضفة الغربية. في مدينة القدس يعتدون على العمال، وجدنا مجموعة من الزعران المستوطنين تعتدي على الشاب آدم الرشق بعملية ضرب وحشي، بالإضافة إلى إغلاق الطرقات على المواطنين الفلسطينيين والقيام بمسيرات استفزازية وإجبار التجار على إغلاق محلاتهم التجارية وإطلاق شعارات عنصرية ضد العرب بالقول الموت للعرب. يواجه أهالي مدينة القدس مضايقات عديدة واعتداءات كبيرة منذ عديد الشهور، كما يتفنن المستوطنون بوسائل اعتداء وتهديد لحياة الفلسطينيين مستغلين حالة الحرب التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 7 شهور. منذ بداية الحرب على أهلنا في القطاع ومدينة القدس تعاني الأمرين، ما بين مستوطنين يتجولون ويعتدون على المقدسيين والممتلكات، وما بين سلطات الاحتلال الداعمة والحامية لهؤلاء المتطرفين. راما يوسف، القدس.